مرحبا حبايب، شلونكم اليوم؟ التوتوريال مالتنا هو فيكسين توتوريال. من يكون عندنا يوم طويل وبما انه جو صيف وجدا حار فالميك اب ما يثبت، فاليوم بخطوات جدا بسيطه راح نحكي شلون نثبت الميك اب بحيث يبقى ويانا يوم كامل ونقدر نكمل مشاويرنا واحنا طالعين بصوره جدا حلوه. اول شيء استخدمت الكونسيلر من اوفرا، ثبتت جوا عيني وشويه هاي الحبوب الخفيفه، واهم شيء اهم شيء استخدمت اللوس باودر حتى يوخر الدهن الزايد من الوجه وتبقى البشره نظيفه وفريش ما بيها اي دهون، واستخدمت البلاشر من اوفرا حتى يعطينا فريش لوك، استخدمت الليب لاينر والجلوس من اوفرا ايضا بلون نوت يرهم ويا كل الالوان مناسب لفصل الصيف، واخير شيء واهم شيء مثبت الميك اب حتى يبقى ويانا الميك اب لفتره طويله ايضا من اوفرا. واكيد اكيد ما ننسى الهير ميست حتى يبقى شعرنا ريحته طيبه ونبقى دائما مميزين. وكانت هي هاي البرودكتس اللي استعملتها اليوم حتى فيكسينج ذا ميك اب ونحصل على ميك اب بدون فتره طويله. كل هاي البرودكتس موجوده عندي بالبوتيك، تقدرون تحصلون عليها من خلال دخولكم على البوتيك، وموجوده هي البرودكتس مع الارقام مالتها. فان شاء الله اتمنى تكونوا استفادتوا من هذا الميك اب التوتوريال او الفيكسينج توتوريال البسيط.